أثنى عضو الكنيست على القائمة العربية في الكيان الصهيوني الدكتور أحمد الطيبي على الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله بن الحسين لخدمة المقدسات في القدس والدور الهاشمي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني خلال محاضرة في جامعة الزيتون الأردنية بعنوان المشهد السياسي العام. كنا هنا لأن للأردن دور مميز خاص، الوصاية على الأماكن المقدسة، وأنا ونحن نعي المكانة الخاصة للأردن ولجلالة الملك تحديدا عندما يغضب، عندما يرسل رسالة، عندما يحذر، عندما ينبه. وأنا أقول لكم ويعذرني جلالة الملك إنه قال لنا أنه رفض عدة اتصالات من بنيامين نتنياهو في تلك الفترة لكي يفهم بنيامين نتنياهو هذه الرسالة أن بنيامين نتنياهو يلعب بالنار. وعندما اشتدت الأمور وصعد جلالة الملك والأردن من حملته الدبلوماسية مباشرة على بنيامين نتنياهو وعبر الإدارة الأمريكية والغرب، بدأ نتنياهو بموازاة هذه الهبة الغاضبة التي أحرجته وضعته في الزاوية وأثبتت له أنه فعلا يلعب بالنار، بدأ ربما يصغي إلى ما يقوله زعماء العالم وتحديدا جلالة الملك عبد الله. الطيب بيّن أن ما أسماها حكومة إسرائيلية ليست طرفا وشريكا في عملية السلام، كاشفا زيف الادعاءات التي تحدث عنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشيرا أنها متطرفة تماما وتعمل ضد الوجود الفلسطيني، معتبرا أن ما يجري الآن ليس انتفاضة ثالثة بقدر ما هي غضبة فلسطينية ناتجة عن الكبت والظلم الذي يلحق بالشعب الفلسطيني. إن هذا الغضب جاء ليقول أن هذا الشعب مل من القهر والظلم والحواجز والعساكر والخنق وانعدام الحرية ككل شعوب العالم التي تتوق لأن تكون حرة صاحبة سيادة. لقد طال هذا الاحتلال وهو الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث. مشكلة المسجد الأقصى ليس فقط أنه تغلق بواباته في أعياد اليهود أو خلال المواجهات، مشكلة المسجد الأقصى الأساسية أنه تحت الاحتلال، ولذلك فالقضية هي قضية سياسية وطنية من الطراز الأول. وعندما ينتفض المقدسي أو ابن الخليل أو ابن نابلس أو ابن غزة فإنه يقول لا للاحتلال، وعندما يصرخ عشرات الآلاف في سخنين الجليل فإنهم يصرخون لأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، يحملون آماله وآلامه. هذا هو الشعب الفلسطيني بكل أضلاعه الثلاث، الفلسطينيون في الضفة والقدس وغزة، الفلسطينيون في الشتات، ونحن أبناء هذا الشعب في الجليل والمثلث والنقب كنا وسنبقى الجزء الأصيل في هذا الشعب الفلسطيني. النائبان حازم قشوع وخير أبو صعليك أكدا على أن الأردن يحرص على تعميق الوحدة الوطنية وتعميق دورها الوطني والقومي والإسلامي. الدكتور أحمد الطيبي في هذه المحاضرة أكد على الثوابت التي انطلقنا من أجلها. نعم، أن الأردن يقوم بدور استثنائي، دعم المناصر للأشقاء إن كانوا بالضفة والقدس والقطاع وإن كانوا في عرب 48. أراد أن يوجه رسالة مفادها شكرا للأردن، شكرا للأردن، حكومة
ملكا وحكومة وشعبا. وأنا بعتقد بلبتزم أنه دعا إلى 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 أن تحتذي الدول العربية لتناصر الدبلوماسية الأردنية في نصرتها للحالة المقدسية. لا شك أن القضية الفلسطينية هي محور الاهتمام بالنسبة إلى الأردن، لطالما أكد جلالة الملك على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى وهي القضية الأهم بالنسبة إلى الأردن. نحن نعتقد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة بكل تأكيد هذا أمر يعزز الهوية الفلسطينية، ونحن نثمن خطوات جلالة الملك الأخيرة وخاصة في موضوع تركيب الكاميرات التي يقصد منها توثيق الانتهاكات الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين والانتهاكات الإسرائيلية إلى ساحات الأقصى وإلى القدس الشريف. النائب الدكتور زكريا الشيخ أبدى تخوفه من إجهاض هذه الانتفاضة الفلسطينية، متسائلا حول استمراريتها وحول ما إذا سيكون لها حاضرة أم لا. وحضر المحاضرة عدد من النواب ورئيس مجلس أمناء الجامعة الزيتونة ورئيس هيئة المديرين والهيئة التدريسية وجمع غفير من طلبة الجامعة الذين طرحوا عدة أسئلة حول القضية الفلسطينية وإلى ما وصلت إليها الانتفاضة. حازم السردي، الحقيقة الدولية.